نجمات انسحبنا من مقابلاتهن على الهواء. في هذا الفيديو نستعرض أبرز النجمات اللواتي انسحبنا من برامج مصورة بسبب أسئلة استفزتهن وأغضبتهن، ففضلنا قطع اللقاء والانسحاب دون أي نقاش. حليمة بولند استضافها الإعلام الكويتي شعيب في برنامجه اليوتيوبي الذي يتابعه جمهور واسع، والمعروف عنه أنه يطرح أسئلة جريئة ومحرجة للضيف. ناقش الرجل بطريقته الساخرة حليمة بولند في نبرة صوتها، معتبرا أنها تتصنع الدلع وأن صوتها الحقيقي ليس بهذا الشكل، كما هاجمها على أسلوبها في اللبس والثياب معتبرا أنه لا يليق بالجمهور. واستقبلت حليمة بولند كلامه بالضحك وجادلته فيما قال، لكن كيلها طفح حين وجه لها سؤالا سريا أثار حفيظتها ودفعها للانسحاب من البرنامج بعد توجيه عبارات لاذعة للمقدم. أمل العوضي استقبلها الإعلامي صالح الراشد في برنامجه الشهير ريد كاربت، وناقشها في العديد من الأمور المثيرة للجدل والتي يتسم بها طابع برنامجه، لكن يبدو أن طريقة راشد وأسئلته دفعتها للانسحاب، وذلك مباشرة بعد توجيه سؤال لها وصفته بالخاص. تحياتي لكم جميعا. أمانة. ثم تحدثت أمل عن سر انسحابها بعد فترة عبر برنامج تو الليل مع قناة الوطن، شارحة أنها في الأصل لا تحب صيغة برنامج ريد كاربت القائمة على القال والقيل، وأنها ماطلت وترددت كثيرا قبل المشاركة به، وأنها حين وافقت على المشاركة حصلت على تعهدات وتأكيدات بضمان عدم التطرق لحياتها الشخصية في الأسئلة المطروحة، إلا أن ما حصل هو العكس، وهو ما فاجأها ودفعها للانسحاب بعد أن شعرت أن هذا المكان ليس مكانها. الجمال شيء والجمال نعمة من رب العالمين. أنا جالسة يمكن قاعدة تشوفني شافتني وأنا طفلة. أمور. طفلة كان عمري 16 سنة في الفن. زوجة ناضجة بالشيء. مايا دياب استقبلها رجا ورودولف في برنامج المتهم الذي يقوم باستجواب الضيف حول عدة اتهامات وإشاعات موجهة ضده وبأسلوب قاس، ويبدو أن مايا دياب لم تتحمل الكم الهائل من الضغط خلال تصوير الحلقة، ففضلت النهوض مباشرة والانسحاب من البرنامج. جلست النجمة اللبنانية طويلا في سيارتها بينما كان فريق المتهم يحاول إقناعها بالعودة إلى الاستوديو ومواصلة التصوير. وبحسب مجلة سيدتي فإن رجا ورودولف ركضا إلى كواليس البرنامج، قبلا رأس مايا وأعاداها إلى الاستوديو. رغدة الفنانة السورية رغدة أيضا انسحبت من أحد اللقاءات المتلفزة، هذه المرة مع أروى في إطار برنامج نورت. يبدو أن الفنانة السورية رغدة استفزها سؤال طرحه البرنامج عليها حول إمكانية أن تغير موقفها الداعم للرئيس بشار الأسد، وقالت بما معناه أن هذا طعن لولائها للحكومة السورية، ما أثار غضبها الشديد واستدعى مغادرتها الحلقة. رغدة كانت قد طالبت بحذف هذا السؤال قبل أن تنسحب، لكن القائمين على البرنامج رفضوا حذف الخيار أو تغيير السؤال، الأمر الذي دفع بالفنانة لعدم استكمال الحلقة. ورفضت الفنانة السورية البقاء في الاستوديو، مما اضطر مقدمة البرنامج لطلب فاصل أملا في احتواء الموقف. بعد الفاصل عادت المقدمة إلى الشاشة، لكن رغدة أصرت على موقفها ورفضت العودة إلى الكرسي الذي كانت تشغله، فبقي فارغا إلى نهاية الحلقة. وكانت رغدة ترتدي في البرنامج ملابس تشكل ألوان العلم السوري وأساور فيها العلمين السوري والمصري، بالإضافة إلى دبوس يحمل صورة الرئيس بشار الأسد، وهو ما فسرته رغدة بقولها هذا لباسي وهذا علمي وهذا رئيسي وهذه مواقفي. والفنانة رغدة معروفة بدعمها الحكومة السورية. نضال الأحمدية استضافتها الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الشهير مصارحة حرة، والذي يمتاز بجرعة عنيفة من الأسئلة والاتهامات التي توجه للضيف. مرت الحلقة على خير إلى أن قامت منى بتوجيه سؤال سري لنضال الأحمدية في القسم الأخير من البرنامج الذي يعرف باسم الضربة القاضية.
السؤال الذي لم يكشف عنه أثار حفيظة الإعلامية اللبنانية التي وجهت عبارات قاسية لمستضيفتها واصفة أن الأمر يمس بالشرف، ثم انسحبت من البرنامج معلنة أنها لن تسمح ببث هذه الحلقة وأنها سترفع الأمر لإدارة القناة. لكن على أي حال تم بث الحلقة وأثارت ضجة كبيرة، وبقي السؤال سرا يحير الجماهير. مريم نور. تعتبر مريم نور نجمة الانسحاب من البرامج، فهي نادرا ما تكمل حلقة على الهواء. أنا زائف إنه خلص دوري هلأ معك. خلص هلأ شيلي. لك يدي شيلي. ما بتستهلني، أنا عرفتك رح تلعب. بحكينا بكل شيء. لا لا تسمح مريم نور بمناقشتها أو جدالها أو الاستهزاء بها، فإذا ما شعرت بذلك آثرت رفع أدواتها وكتبها والانسحاب من أي برنامج مهما كان. وهذا ما تكرر في الكثير من المقابلات، نذكر منها انسحابها من برنامج بلا تشفير للإعلام اللبناني تمام بلايق، بعد أن واجهها المذيع بشيخ مسلم ليناقشها فيما تعرضه من أفكار فلسفية، فهاجمت الشيخ والبرنامج وانسحبت بعصبية. غادة إبراهيم. بعد براءتها من تهمة إدارة بيت للأعمال المنافية للآداب في مصر، استقبلها الإعلامي ورئيس صحيفة اليوم السابع خالد صلاح على الهواء في برنامج على هواء مصر المذاع على فضائية النهار وان. لكن سرعان ما وقعت مشادة بينها وبين الإعلام نفسه وانسحبت من البرنامج بطريقة مفاجئة. سبب الانسحاب يكمن في أن الفنانة غادة إبراهيم كانت رافضة أن تتحدث مع الصحفي بجريدة النبأ عادل توماس، الذي اتهمته بأنه يسعى عبر جريدة النبأ إلى اغتيالها فنيا وتشويه سمعتها وصورتها. لكن الصحفي عادل توماس استطاع أن يدخل على الهواء مباشرة ليتحدث ويقول أن الفنانة غادة إبراهيم أعرضت عليه مبلغ مادي مقابل عدم مهاجمته لها في جريدة النبأ.